السلام اخوان، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في قناتكم عالم الطيور. في هذا الفيديو غادي نصايبوا باطي زوين غني بجميع المواد الاساسيه اللي كيحتاجها الطائر، خصوصا في هذه المرحله ديال التشييس. اي خصنا لهاد الباطي 5 البيضات، لا شابلور ولا كما كيقولوا لي المصريين بوكسومات، المسخون، كالسيوم، بكتيريا نافعة أنتروباك، بريد ماك، كسكسو. أول حاجة غادي نديرو قبل ما نبداو في الباتي، غادي ناخدو 5 البيضات، إذا غنستعملو 10 ديال ملاعق ديال الكسكسو، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ديما الدوبل، 5 البيضات، 10 ديال الملاعق ديال الكسكسو. هادي قاعدة باش يكون الخليط منسجم مزيان. ثاني حاجه اش غنديروا، غنزلوا الماء، ولكن الماء الكميه خاصها تكون محدده، حيت لفاتت واحد القياس غادي يخرج لك الكسكسو كامل كيتلصق ومعجن. خصنا نديروا غير الماء غير من الفوق، ونخلوه ما بين 15 حتى 20 دقيقه حتى يشرب مزيان. نقدروا نخلوه حتى نص ساعه. دونك هذا نخليه على جنب وندوزوا للوصفه الثانيه. الماء حيدناه، نجيو للبيض. كي كيستعملوا بالقشور ديالو، انا ممكن كنستعملش القشور ديالو حيت ما تعرف شنو لاصق في هاد القشور، يقدر يكونوا امراض، يقدر يكونوا بكتيريا، اللهم نتفاداوهم. هكو هاد 5 البيضات، من بعد ما حكينا البيض مزيان 5 البيضات، سالينا الحكام ديالهم. دابا غندوزو لا شابلور ولا خبز محمص، غادي تا نزيدوه كما قلت لكم. 5 البيضات دونك نحتاجو 5 ديال الملاعق ديال هاد لا شابلو، 5 البيضات، 5. نحركو هادشي مزيان باش ميجيش ناشف بزاف. علاش كندير 5؟ يعني بحال كدير كل بيضة كدير معاها جوج ملاعق ديال كسكسو وملعقه واحده ديال لا شابلور. كنزيدو كالسوليكس، كالسوليكس كنزيدو هنا تقريبا غيكون عندي بين 700 حتى 800 غرام في هذا الباطي. دونك هنايا غادي نزيدو، وانا غنزيد 4 ديال ملعقه ديال كالسوليكس. بعد ما زلنا كالسيوم غادي نزيدو بريد ماكس. كلشي كيعرف بريد ماكس غني عن التعريف، بروتينات، املاح، اي حاجه تقدر تلقاها في بريد ماكس. هنايا في هذه الوصفه غادي نديرو 3 كالسوليكس، درنا 4
في البريد ماكس درنا ثلاثة، سالينا البريد ماكس ندوزو لونتروباك. لونتروباك اش كيقول لك؟ كل 5 غرام كديرها في كيلو ديال الباتي ولا اطرو ديال الماء. حنا تقريبا هنايا عندنا بين 800 غرام، قلنا تقريبا 800 غرام. دوك غنديرو ملعقه مع مراش مزيان، نذكروا بالمواد اللي زدنا. درنا البيض هنا 5 بيضات، زدنا 5 لواش ديال لا شابلور ولا البورسوماج كما كيقولوا لها المصريين، زدنا 4 ديال الكالسيوم، وحده كامله ديال لوندروباك، ودرنا 3 ديال البريد ماكس. دونك نخلطوا الخليط ديالنا. بعد ما دازت ربع ساعة تقريبا حتى ثلث ساعة، شوفوا كيفاش كسكسو ولا كمية ضخمات وما كيتلصقش. علاش؟ حيت السر في الماء، النسبة ديال الماء اللي زدناه هي اللي خلاتو بحال هكا. اما الا كثرتي وفتي واحد النسبة غادي يخرج لك معجن وما غاديش ينسجم مع الخليط ديال البيض. دابا غنزيدو ونخلطوا كلشي. هذه المره غادي نبدلوا الطريقه ديال الخلط، نستعملوا يدينا احسن باش ينسجم مزيان الخليط. كاع المكونات اللي زدناهم تنسجم مع بعضياتها. ضروري تخلط هادشي مزيان تينسجم، ضروري باش كل طائر ياخذ حقه من هذا الشيء. ما كانش الخليط منسجم تبقى شي فراخ غادي يستافدو وشي وحدين ما غاديش يستافدو. دونك اللهم ضيع شويه الوقت وتخلط هذا الشيء مزيان، حيت هذه الوصفه تعطيها مره في السيمانه باش تخلي المجال للوصفات الثانيين، بحال الوصفه ديال الخلطه ديال الخضار، بحال المستنبات، بزاف ديال الحوايج اخرين. وهذيك تعطيها بالنسبه للطيور اللي عندهم وليدات، هذيك تعطيها يوميا، هذه بدون نقاش يوميا. اما في الحاله ديال غير التجهيز تعطيها مره في السيمانه، كاين كيعطيها جوج مرات في السيمانه، ولكن انا كنفضل مره في السيمانه باش كتخلي شويه المجال فاش الفراخ يرتاحوا، ومنها باش تنوع لهم حتى الخلاطات. ودابا باش نسجم الخليط غندوزو نقدموه للطيور ديالنا. هما الطويرات كيتسناو شادين الصف. نبداو نعطيوهم نفرقوا على الطويرات. اهم حاجه هي هذه الوصفه، خاصك 3 سوايع 4 سوايع تحيدها لهم، يمكنش تخليها. خليتها اكثر من 4 سوايع كتعفن وتقدر تسبب لهم شي مشاكل. ما تخافوش ما تخافوش، ديما هادو مخلوعين ولكن راهم الخوافين الكسر، باغي ياكل ومخلوع.
وأخيرا جينا النهاية ديال هذا الفيديو، نتمنى نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.